السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى. بهذا الفيديو راح تشوفون إعادة للمحاضرة الأخيرة للتراجونومتريك فانكشنز أو الدوال المثلثية، نظرا لعدة أسئلة اللي صارت حول أنه الباوربوينت اللي أرسلت لكم إياه ما كان يفتح، أو أغلب الطلاب الصوت ما يتوافق، أو عندهم المشاكل. فبهذا الفيديو راح تشوفون إعادة للشرح ويا التأشير، بالإضافة إلى طبعا الباوربوينت اللي أرسلت لكم إياه بينا ممكن راح يفيدكم ويا هذا البارت. فبالبداية راح نأخذ التراجونومتريك فانكشنز. مثل ما تشوفون بهذا الشكل عندنا تو سيركلز، وحده من عندهم الداخليه اللي نصف القطر مالتها معلوم اللي هي مسميها يونت سيركل، النصف القطر مالتها معلوم وحده واحده، في حين الدائره الخارجيه نصف القطر مالتها غير معلوم نسميه ار. احنا الهدف من عنده انه نقيس الزوايا، ومن الزوايا المثلثيه او من الدوال المثلثيه راح نستنتجهن وحده ورا الاخرى. فهنا بالبدايه شلون جتني فكره الدوال المثلثيه؟ يقول انه the radian measure of the central angle a dash c b dash. مثل ما تشوفون ال c هي المركز مال الدائرتين، في حين ال a dash وال b dash هي المماسات الى الدائره الخارجيه. is the number of theta، الدائره الداخليه المماسات مالتها ويا المثلث هذا اللي تشوفوه هي a b، في حين الـ A داش B داش للدائرة الخارجية. القوس اللي هو الارك هنا هو S، في حين هنا هو ثيتا. فالثيتا هي شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الـ S over الـ R. For a unit circle of the radial، الـ R شو قلنا باليونت سيركل؟ 1 equal 1. في حين الثيتا is the length of arc AB، مثل ما تشوفون احنا مسميها A will be الـ arc مالتهم هو ثيتا. Is the length of arc AB that central angle ACB cuts from the unit circle. مثل ما تشوفون واضحة هاي العملية، قلنا انه الـ AB هم القاطعين الدائرة الصغيرة او الداخلية بنقطتين AB، القوس مالتهم ثيتا، في حين الـ A'B' القوس مالتهم S. الـ S شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الـ R اللي هو نصف القطر في الثيتا اللي هي الزاوية. طبعا الـ S هي the length of arc from a circle، الـ R is the radius of the circle، والـ theta is the angle producing the arc أو بالراديان. طبعا عندنا ملاحظة بسيطة أنه الـ pi بالراديان هي 180 degree. الـ conversion formulas، مثل ما تعرفون عندنا نوعين من القياسات، عندنا قياسات بالدجري وعندنا بالراديان، فاكو تحويلات بيناتهم. دائما السؤال مرات، يعني مو بكل الاوقات، مرات السؤال يجينا بالوحدات مختلفه، وحده بالراديان وحده بالدجري، فلازم نوحد الوحدات. فاول تحويل عندنا الواحد دجري شو يساوي لنا؟ باي على 180. الباي مثل ما نعرف هو 3.14، هاي تقريبيا طبعا على 180، هذا الرقم تقريبا يساوي لنا 0.02 بالراديانز. فالدجري تو راديان، حتى احول من الدجري للراديان، ملتبلاي باي باي على 180، يعني اضرب في باي على 180. مثلا الاكزامبل هنا ال 45 دجري ان راديان ميجرد باي ال 45 في باي على 180، ال 180 يختصر ويا ال 45 يبقى 4 بالمقام، فيصير باي على 4 بالراديان. في حين اذا اريد احول من الراديان الى الدجري راح اضرب في 180 على باي، يعني المعكوس، ال 180 على الباي 3.14 يطلع الناتج هذا تقريبا 57 دجري. الراديان تو دجري ملتبلاي باي 180 على باي، يعني العكس مال الحاله الاولى. فمثلا عندنا مثال الباي على 6 ان دجري، يريدها باي على 6 في 180 على باي، الباي يختصر ويا الباي، 180 على 6 يطلع لنا 30 دجري. Angle measure counter clockwise from the positive x-axis and assign positive measure. Angles measure clockwise are assigned negative measure. يعني شنو معناها؟ راح نشوف هذا الشكل وراح يوضح لنا كل الأمور. يقول أنه نقطة القياس مالتنا، نقطة الانطلاق هي x-axis، هذا اللي دا أشره بالشكل. هذا النقطة هي نقطة الانطلاق. من هنا يقول أنه إذا حالت الـ X axis، يعني مثل ما تشوفون انه
عكس عقرب الساعة، كل ما يكون عكس عقرب الساعة كل ما تكون الحالة بوزيتيف، في حين إذا جينا بالنيجاتيف اللي هي ويا عقرب الساعة، شوفوا الاتجاه راح يكون من هنا، هذا راح يكون بالنيجاتيف. طبعا الإشارات هنا كلها توضح لي أنه الزوايا، شوفوا هاي الزاوية عكس عقرب الساعة، هاي هم عكس عقرب الساعة، هنا مثلا من اجت ويا عقرب الساعة راح تصير الإشارة بالنيجاتيف، وهنا همينا ويا عقرب الساعة راح تصير بالنيجاتيف. يعني هاي بمجرد أنه بس يقول لنا أنه الزاوية مين تنحسب حسابات الزوايا، وكذلك الإشارة مال الزاوية. The six basic trigonometric functions. عندنا ست دوال مثلثية رئيسية أغلبيتكم تعرفوها من الدراسة الإعدادية. هذا الشكل راح يوضح لي تقريبا الشكل المثلث اللي هو راح نعتمده بالقياسات أو بالحسابات. فعندنا هاي الزاوية هي الثيتا، أوكي، الأجسنت اللي هو المجاور اللي تتخذوه، الأوبوزيت هو المقابل، في حين الهايبوتنس اللي هو الوتر. عندنا الدوال المثلثية الستة هي الساين، كوساين، والتان، والكوسي أو الكوسيكن، والسيكن، والكوتان. فعندنا الساين هو الأوبوزيت أوفر الهايبوتنس، الكوساين هي الأجسنت أوفر الهايبوتنس، التان الأوبوزيت أوفر الأجسنت، والكوسيكن هو عكس الساين، والسيكن هو عكس الكوساين، والكوتان هو عكس التان. مثل ما تشوفون هنا الفكرة مالتنا أنه الأوبوزيت هو مسميه واي، والأجسنت هو إكس، والهايبوتنس اللي هو الآر، فراح يغيرها هنا بشكل أنه الساين بدلالة الإشارات، ساين ثيتا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الأوبوزيت اللي هو الواي أوفر الآر، الواي أوفر الآر، في حين الكوساين هو شنو؟ هو الإكس أوفر الآر، التان هو الواي أوفر الإكس، الكوسيكن هو الار اوفر الواي، يعني بالعكس مال الساين، السيكن هو عكس الكوساين اللي هو الار اوفر الاكس، والكوتان هو الاكس اوفر الواي اللي هو عكس التان. هنا عندنا ملاحظات انه تان الثيتا هو شنو؟ هو ساين اوفر الكوساين، والكوتان هو واحد على التان، هو قلنا معاكس، والسيكن هو واحد على الكوساين، والكوساين الكوسيكن سوري هو واحد على الساين. عندنا ملاحظه بسيطه هنا، as you can see tan الثيتا والسيكن الثيتا are not defined if the x equal cosine theta and equal 0. من الx equal 0 لا اكو tan ولا اكو سيكن. ليش ما اكو tan وما اكو سيكن؟ لانه من الx equal 0 منو عندنا بالمقام ال x b؟ عندنا التان عندنا بالمقام، وعندنا السيكن هو بالمقام، فكل شيء على اكس على صفر العفو راح يصير غير معرف. هنا يقول this measure are not defined if the theta equal باي على 2 3 باي على 2، اذا بلس او ماينس بكل الاحوال هنا ماكو لها دوال هاي، لانه الاكس راح يصير بالمقام راح يصير زيرو. سيميلر هذه نفس الحاله اذا الكوتان اكس وال السيكن x are not defined if the y equals 0. إذا ال y equals 0 الكوتان راح نشوف أنه بالمقام ال y راح يكون 0 هم معرف، وبنفس الوقت منه الكوسيكن هم أنا غير معرف. الدوال اللي هنا اللي غير معرفة هي أنه الثيتا equals 0، الباي 2 باي، وهي راح نشوفها بالرسومات أنه شنو ده يقصد أنه هي الدالة غير معرفة، يعني ما يمر بها هاي الدالة، ما تمر هنا بهاي النقاط. هنا عندنا شكل توضيحي للمثلث وحساباته. طبعا مثل ما تعرفون انه هاي المثلثات القائمة الزاوية هي عندنا بقياسين، عندنا قياس هنا القياس الاول هو قياس ال 45 زاويتين 45، هاي باي على 4 هي 45، وهنا هاي باي على 2 هي 90، وعندنا الزاوية الثانية هاي 90 طبعا، عندنا هاي باي على 6 اللي هي 30، والباي على 3 اللي هي 60، يعني عندنا مثلثين قائمين الزاوية لو اما 45 يا اما 30 60. فمن نشوف انه هذا وحدة واحدة وهذا وحدة واحدة، فهنا شنو من نظرية فيثاغورس هذا صار الوتر جذر تربيع، ومن عندي هاي 1 وهاي 2 او عندي 1 بجذر 3، فهذا من نظرية فيثاغورس راح يطلع لنا الوتر مثلا.
مثل ما تعرفون انه القياسات لاي زاويه مثلا اريدها اني هي حسب القوانين السابقه. مثلا ساين الباي على 4، الباي على 4 من هو؟ خلينا نقول هاي الحاله الباي على 4 هاي الزاويه دار اقيسها. الساين مالتها هو شو يساوي لنا؟ يساوي لنا المقابل اللي هو الواحد على الوتر اللي هو جذر 2، في حين الساين للباي على 6 اذا نجي على هاي الزاويه منو المقابل مالتها؟ المقابل مالتها الواحد والوتر مالتها 2. الساين للباي على 3 المقابل مالتها جذر 3 الوتر مالتها 2. الكوساين للباي على 4 اذا هاي واذا هاي هو نفس الشكل نفس الحل. اذا باي على 4 الكوساين مالتها المقابل على الوتر. الكوساين للباي على 6 اللي هو المجاور على الوتر جذر 3 على 2، وهكذا اللي هو الكوساين باي على 3 والتان والتان 6 باي اوفر 6 والتان باي اوفر 3. كل الحالات معتمدة على هاي المثلثين اللي احنا قايسيهم. نانا عندنا الشكل اللي يوضح لنا مكان الإشارة بالنسبة للدالة المثلثية. فبالربع الأول هنا كل الدوال المثلثية بالموجب، في حين هنا بس الساين هو موجب، وهنا بالربع الثالث بس التان موجب، وهنا بالربع الرابع بس الكوساين موجب. هذا الشكل شو يوضح لي؟ يوضح لي شلون قدروا يقيسون الدالة المثلثية أو شلون قدروا يحسبون الحسابات. طبعا هذا راح يمشي هذا الشكل، راح أوضحه بمثال آخر أنه شلون صارت. هذا إذا تذكرون قبل شوية إحنا عندنا كان أنه الوتر 2 في حين هنا الوتر 1، فكل الأرقام قسمها على 2، فالاثنين على 2 1، جذر 3 على 2 والواحد على 2. هذا راح يبدي يحسب لنا الحسابات اللي هي بالمثال القادم راح تفيدنا، لأن أنا راح ينتهي الجزء الأول من المحاضرة.